انا بفكر في ولد مصري يروح اسرائيل على انه يهودي. بترد من بيت ابويا يا سليم؟ ده انت تاني سنه بتسقط في دبلوم التجاره. ويفهم ويحس، ده اذا كان عنده احساس اصلا. مالش ده حتى مالش اسمه ايه؟ قلتلهم ان اسمي ليفكو ايه؟ برات، جوني برات. كل المطلوب منك دلوقتي انك تتحول الى يهودي فعلا. بس مين الراجل اللي انا حبيته واتجوزت؟ مين والد يوسف وسليمان؟ انا مش يهودي ومش اسرائيلي زي ما انت فاهمه. 313 ده نصاب، انهي العملية ورجعوا مصر. الاسم الحقيقي هو رأفت علي سليمان الهجان. رأفت الهجان الجزء الأول، حلقات مجمعة الخميس والجمعة 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.